يقول: هل تذكر لنا جزاك الله خيرا بعض الأوقات المباركة والمناسبة للحفظ؟ أفضلها البكور. البكور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بكر بورك لأمتي في بكورها. هذا وقت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببركته. البكور يعني بعد صلاة الصبح، يعني بكري. والناس لو أنت يقول لك الفياق بكري باش بدأ بمشري، يعني وقت مبارك ونفيس يستغل لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا أيضا. هذا وقت مبارك. كذلك جوف الليل آخر الليل، لأن الناس ترقد ويهدأ الوقت. ها؟ من كان مثلا يستطيع أن ينام باكرا ويستيقظ يعني قبل الصبح يعني بساعات في وسط الليل، هذا وقت مبارك أيضا للحفظ. والعموم الحفظ يعني يحتاج إلى اختيار الزمان والمكان، حتى المكان مناسب. يعني المكان التوت يقولوا أهل العلم يكون مكان اللي ما فيش صخب، مكان اللي فيه الهدوء وما فيش الملهيات. مش تقول وسط شي حديقة غناء فيها العصافير والأزهار وتتذكر تدور عينك، ما غاديش تحفظ. شي مكان اللي يكون ما فيش الفتن، ها، ويبعد الإنسان من التليفون. لحط حداك التليفون ما غتحفظش، طفيه ولا أعطيه المال الدار، المهم بعد من التليفون إذا أردت أن تحفظ. فهذه كلها أمور، وأعظمها قبل هذا كله أعظمها تقوى الله عز وجل.